ايام دراسه، لانه من وانا تنقرا في الانجينيوري وغيرها كنت بديت التصاميم ديالي، وكنت بديت تنتعرف كهاجر رميد كمصممات قفطان مغربي. نقدر نقول الحمد لله لا فامي دون مانيير جينيرال، ابا واما واخوه وزوجا، الحمد لله كلهم شجعوني، كل بطريقته الخاصه، والحمد لله حتى لحد الساعه باقي تيشجعوني. نقدر نقول لك انهم دي فوا تيساعدوني باقتراح بعض الافكار. الحمد لله كاين تشجيع من طرف العائله. الاب ديالي شويه بعيد على الميدان، يعني صعيب انه يعطيني نصيحه في الميدان، غير هو انسان اللي تيبغي بنته انها ترفع له الراس، انه بنته يكون بصبغتها بلباسها بالخدمه ديالها بلا كاليتي دو سي تونو وميم بلمستها الخاصه. من نهار بديت في عالم الزي التقليدي، بديت مرة نحاول أنني نخلق شي ابتكار جديد في عالم جلابيب الأب. والحمد لله دو طون زاوتر تلبس لبساتي جلباتي اكسيتيرا قبل ما يبدأ بالحكومة. فاتن هلال بيك هي في واحد احدى سهراتها تكريما لاحدى الشخصيات، كانت طلبت مني ولبست القفطان ديالي في تظاهرة سفراء القفطان، شاركت بست لباسي كباقي المصممات، ستة قفاطين نقدر نقول بصبغة مختلفة وحدة ما تتشبهش الأخرى، يعني صراحة خدوا مني الكثير من الوقت. انا يا كنت بديت ديجا جو بريبار هاد لا كوليكسيون ميم افون ما تكون لي ديال سفراء القفطان، والحمد لله لما تصادفت مع الفكره رحبت بها وقلت علاش افكتيفمون ما نلونسيش هاد لا كوليكسيون احتفالا بالمراه المغربيه. وجهت لها الدعوة، وأنا تلبية اللي طلب الأخوات المنظمات لهذه التظاهرة، وتنشكرها لتلبيتها هذه الدعوة أنها جات تلبية لدعوتنا وحضرات، ولأول مرة غتحضر في تظاهرة القفطان، وجات إلى ماركي لا بريزونس ديالها وشافت المجموعة ديال مختلف المصممات المغربيات.